مساء الخير. بعد غيابه 4 مواسم على التوالي عن المربع الذهبي جنة الفاينل فور اومنتمن يلي قدر يفوز بلقب بطولة لبنان سنة 2018، عنده فرصة كتير كبيرة يتأهل للمرة الخامسة بتاريخه لفاينل فور بطولة لبنان لكرة السلة، وليقدر يحقق هالشيء عليه اليوم يتخطى فريق الماريست الشانفيل يلي عم يخوض المباراة بملعب مزهر. قدر يكسر الهوم كورت ادفانتج بالمباراة الأولى، فريق اومنتمن بديك المحدي اليوم إذا فاز على أرضه وأمام جمهوره يلي عامل فول هاوس بمزهر رح يروح تلقائياً للفاينل فور، وهيك بيكون الشانفيل عم بيودع بطولة لبنان لموسم 2023-2024. ما رح أتأخر عليكم، رح روح سريعاً لزميلتي جاجا. شو رأيك بالأجواء يا جاجا؟ يعني غياس اكيد اليوم الماريست عنده الفرصه انه يعدل السلسله وينهي السري على ارضه، اما فريق الهومنتمن اكيد عينه على الفوز كرمال يكون اول المتاهلين الى الفاينل فور. معي جيمي سالم. هاي جيمي. ما سمعت شيء. هاي 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 جاجا. جيمي انتم متقدمين 1-0 بالسري وهذا الشيء بيريحكم منتلي نوعا ما، كيف شغلين على هذا الموضوع ما يقلب عليكم بطريقه نيجاتيف؟ ليك يمكن بيريحنا نوعا ما بس ممكن يضرنا اذا ارتحنا كثير، فاللي عم نحن فايتين المنتاليتي تبعنا مثل ما البريزيدون قال والكوتشي قال ونحن داون 1-0 سو جايين لهون تنعدل السري، اذا بنفوت بهيدي المنتاليتي وي بوت اب ديفنسيف جيم وير غانا بي اورايت، حنحسمها اذا الله راد. جيمي يعني انت شفت قد ايه كانت المباراة متقاربة وكان ممكن تروح بوث ويز ما بنعرف، شفنا زاك سجل 17 نقطة ولاحظنا انه البنش سجل بس 8 نقاط من اصل 93، اليوم هيدا الشيء رح يكلفكم غالي. ليك الجو تو جاي تبعنا معروف مين هو، سو وقت عزناه كان هو موجود وفول تراست له، نحن هيدي الساعة اللي عاطينه اياها هو يحمل الفريق باخر دقائق، هيز ليدر هيز غانا ليد ونحن حنساعده قد ما فينا. شكرا لك وبتوفيق. إلي هاي. هاي جاجا. إلي يعني انت لاعب قطعت بكثير توف سيريز، لاعب خبره اذا فينا نقول، كيف رح تخلي خبرتك اليوم تساعد يور تيم ميتس فيها؟ وقد ايه مهم تو بليف ان باونسينج باك؟ 100% هي اصلا السيريز تبع البيست اوف 3 هي كثير سريعه وكثير صعبه، واحد ما في يغلط فيها، غلطنا نحن باول جيم، هلا اليوم على ارض هومات ما بتعرفي على جمهوره بيلعب دائما احسن، بس كمان اوريدي قبل بمره انه قدرنا نربح هون سو ما في شيء مستحيل. هي الجيم اليوم هي صراحه لنا معنويات اكثر، هذاك الجيم ما قدرنا نطبق الجيم بلان 100% ان كان ديفنسفلي او اوفنسفلي، ان شاء الله اليوم اذا بنطبقه برجع بكون يعني مركز مع الشباب، انا رح كون كمان قد ما فيي عم جرب اقدر ساعد معنويا مع الشباب وان شاء الله اكيد مثل ما انت قلت وي هاف تو بليف. يعني قليل هايلايت تبع جيم 1 كان الفري ثروز 15 من 23 والثري بوينت يعني 8 من اصل 34 وهيدا الشيء كمان اوبن شوتس يعني شوي منتل بمطرح معين. صح كنا عم ناخذ اوبن شوتس شوتات مضبوطين بس بتصير مرات بالباسكت، تقريبا كان عندنا نفس النسبه مثل اومنتمن، كان كثير ارقام قراب لبعض بس خلص صارت حطوا هن السلات لقبل، اليوم لازم نلعب انسايد اكثر، اذا قدرنا نلعب انسايد اكثر عندنا تشانس اكبر. شكرا لك وبالتوفيق. يعني غياس هل رح تنتهي السلسله الابرز الليله او رح يفوز جمهور كره السله بجيم 3 بيديك المحدي من تبعك؟ رح تساليني اذا رح تنتهي؟ لا بعرفك ما بتجاوب. اوكي رح روح للمدربين، المدرب جون جاش والمدرب صباح خوري، بدايه المدرب الضيف كوتش، يعني بالجيم الاول كان عندك مشكله بالانسايد جيم خاصه انه عم يلعبوا سمول بول، ابراهيم توماس رح يقدر يعطيك اللي بدك اياه اليوم؟ غياس استعملنا كم ادجستمنت بس بذكرك اول جيم يعني كنا اب باي 2 بعد في 2 مينتس ذي هيت 2 بيج شوتس جاد وزاك ونحن عملنا تيرن اوفر كروشال كانت برضه بكل هودي كنا بالجيم نحن، اليوم بدنا شوي نشكل بلعبنا، اخذنا كثير اتمس عن الثري اول جيم لانه كانوا كثير فاضيين يعني على ارضنا ما حطيناهم، نكون عندنا بالانس بين الاثنين اليوم تنقدر نعمل جود جيم غياس. المدرب جون جاش بحب يعمل كثير جامبلينج او تشيتنج ديفنس، يترك مان ويعمل هيلب. يو هاف تو ستيب اب اند هيت شوتس، يعني بالنهايه الباسكت سمبل كثير، اذا بتحط كم شوطه بيفتح الملعب كله سوا غياس. يلا موفق كوتش صباح. كوتش جو لعبت انت بتحب كثير تعمل ايام تشيتنج ديفنس، لعبت كثير على جابرييل صليبي وفي محل على اليرستو، اليوم رح تقدر كمان تعملها، لعبتها خارج ارضك، على ارضك يمكن تكون اهين. اليوم ما رح خاطر بشيء، ديفنسيف جيم بامتياز رح يكون، هدفنا نعمل لوك دفاعيا على طول على كل الالم تبعهم، واهم شيء نترك التريو الاجانب تبعهم تحت المعطلات تبعهم.
كيف يعني رح تلعب اليوم؟ رح تلعب مان تو مان كل الوقت؟ رح تضغط؟ يوجولي هيك بنعمل نحن، ما بنقدر نلعب بريشر لانه ما عندنا انرجي كافيه، بس مش طريقه لعبنا تو بريشر. رح نعمل الهلب على خافير بليك ونمنع اي تي ياخذ تسديداته. اومنتمن صار له تقريبا اربع مواسم مش بالفاينل فور، صرتوا قريبين كثير، توقع جمهور اومنتمن انه تكونوا بعد نهايه هالمباراه بالفاينل فور؟ هيدا هدفنا وبرايي هيدا هو فرصتنا. انا بدي اتشكرك كوتش جو، رح نشوف التشكيلات الاساسيه مشاهدي ام تي في قبل ما ننطلق نحن وياكم بالمباراه. اذا تشكيله المدرب جون جاز جمال جونز، بلش اساس اليوم مفاجاه شوي تشكيله المدرب جاز الى جانب جابرييل عجميا، جاد خليل، جيرار حديديا وزاك لافتون. هيدي تشكيله اذا المدرب جون جاز. رح نشوف المدرب صباح خوري عم يعتمد على الثلاثي الاجنبي ارتس توماس ليك جابرييل صليبي وباتريك بوعبود. هيدي اذا تشكيلته للمدرب صباح خوري. جي مانوكيا رئيس لجنة كرة السلة بفريق هومنتمن، حكام المباراة الثلاثة كمان عادل خويري، بولس قيم ورباح نجيم، هن رح يقودوا مباراة اليوم. بي توترز بطل السلة بالمباراة السابعة بين بيروت والأنطونية الفائز كان الفائزة جوي جويس، بينما بالعبد الله بريدكشنز حسن عبيد هو يلي كان فائز. اذا مبروك لحسن عبيد وجوي جويس الفائزين بمسابقه توترز بطل السله وعبد الله بريدكشنز. اليوم بالعبد الله بريدكشنز اذا رح يقدر هومنتمن يحسم السيري، الجمهور لهلا عم يعطي 71% انه هومنتمن رح يقدر يحسم السيري على ارضه مقابل 29% بيقولوا الشاوفي رح يعدل السلسله 1-1. هيدا التصويت على شمال الشاشه سكانتو فوت مشاهدي ام تي في، فيكم تصوتوا لتغيروا النتيجه او تزدوها لصالح فريق هومنتمن. كمان المدرب دودي موجود عم يتابع المباراه، كل شيء صار جاهز لانطلاق الجيم اللي رح نفتتحه طبعا مثل كل المباريات مع النشيد الوطني اللبناني. بدي اذكر هيدي المباراة الثانية، مباراة الحكمة وانترانيك اللي تأجلت لبكره، الجيم 1 رح يكون بكره اذا، الجيم 1 رح يكون بكره بملعب غزير على الساعة 5 إلا ربع، مباراة كمان منقولة على شاشة ام تي في. الحكمة رح تشوفوا بكره بلوك جديد مع اللاعب نيك راكوسيفيتش، لنشوف نيك كيف رح يتأقلم مع فريقه الجديد. عم نشوف كمان خسارة أحد جماهير نادي هومنتمن مارغريت نيغوليا، يعني للأسف شابة بعمر 25 سنة فقدتها كرة السلة اللبنانية، هي من عشاق كرة السلة اللبنانية ومن جمهور هومنتمن، أكيد من عزة أهلها لمارغريت نيغوليا. بعد نشيد البطل اللبناني ونشيد هومنتمن،
حاليا صرنا جاهزين لانطلاق المباراه. برجع بذكر جمال جونز اليوم بلش بالتشكيله الاساسيه الى جانب زاك لافتون، عم يريحه لدوين جاكسون ليكون البلس 1 بمباراة اليوم بالنسبة للمدرب رجاء عصي. فريق الماريس بيلعب بثلاث أجانب لأنه عنده لاعب ليست أي واحد، هذا النظام اللي اعتمد طوال موسم 2023/24 اللي يعد واحد من أقوى البطولات اللي صارت بتاريخ كرة السلة اللبنانية من ناحية المنافسة. والمشوار مكمل طبعا. الجامبول الاولي بين جيرار وابراهيم توماس، لمين راح تكون الغلبه؟ اذا جيرار عم ياخذ الطابه من اللاعب ابراهيم توماس. جيرار اول تسديده عن الارك، الريباوند راح يكون دفاع لصالح باتريك معقول. جابر بليك هداف الدوري اللبناني عم يدافع عليه جابرييل عجميو، فول ديناي عجميو على بليك، اخذ التسديد جابرييل صليبي بيسجل المحاوله الاولى ليعطي اول تقدم لصالح الماريس. زاك قطع زاك لافتون، ما معقول كيف قطع عن جابرييل، ما معقول زاك لافتون كيف قطع، سكيلز عاليه لزاك لافتون فرشينا اياها باول سنة لفريقه. جيفن بليك تسديد عن الارك، الريباوند لمين؟ هجومي كمان لصالح بليك، بياخذ تسديد صعبه وفي خطا لصالح جيفن، خطا لصالح بليك. كان فري ثرو لبليك، بسجل الفري ثرو الاولي بنجاح. بالليج صار مسجل 105 رميات حره لإله بهالموسم، يعطي التقدم من جديد بنقطتين لصالح فريق الماريس. زاك لافتون اخذ تسديده بعيده، ما بيسجل زاك، الريباوند دفاع لصالح كمان جيفن بليك، بكبها لقدام عن جابرييل صليبي، جابرييل بفضل ياخر الهجمه، يلعب على سيت اوفنس، ابراهيم توماس هل راح يقدر يلعب الانسايد؟ بيلعب الانسايد وبيسجل اولى نقاطه بالجيم. هيدا الشيء كنت عم بحكي عنه الانسايد. جاد خليل كمان محاوله ما بتنجح، صراع على الريباوند لمين الحسم، شوفوا الضايف يلي بينعمل، جمال جونز بيسترجع الطابه لصالح فريق هومنتمن. زاك لافتون في لاعبين عم يدافعوا عليه، فودي جابرييل عجميو اخترق الميدل وصل على السله، اخذ خطا من ابراهيم، اول خطا على ابراهيم توماس بالجيم، مين اخذه؟ عجميو ما قدر يوقفه لجابرييل، شوفوا بالريبلاي ذكية كانت من جابرييل عجميو. أول شيء كان العمل دبل تيم من لاعبي فريق هومنتمن، عفوا من لاعبي فريق الماريس، استغلوا بسرعة جابرييل عجميو كان فاضي، اخترق الميدل وأخذ الفاول من لاعب ارتكاز الماريس. عجميو بضيع الفري ثرو الأولي. عنده نسبة منا منيحة 52%. عم يسجل وحده باثنين، بنزل الفارق لثلاثه. جابرييل عم يعطي جيمي الاركس، شوفوا بين جيرار وابراهيم توماس، تسديده ثلاثيه لباتريك معبود، الريبون دفاعي لجمال جونز، جمال جونز بوقف بسدد ما بيسجل جونز، الريبون لباتريك، تاني ريباوند لباتريك معقول بالجيم. جيفن بليك، جيفن ستيب باك بسدد، بسجل جيفن بليك هداف الدوري اللبناني، مبلش بتركيز عالي جدا، اربع نقط لبليك، دقيقتين ونص والماريس عم يتقدم بفارق خمسه حاليا. جاد خليل تسديده ثلاثيه، بسجل جاد خليل عن الارك بنجاح، 40 تري بوت بهالموسم،
32% لسقطه عن الارض. ارتس عم يعطي ابراهيم توماس كمان مصر باللعب تحت السله. خطأ لصالح ابراهيم. واضح جدا ان المدرب صباح خوري شاغل كثير على اللعب بالبينت، اللعب بالانسايد جيم عبر اللاعب ابراهيم توماس يلي مرتين عم يجرب يلعب جوا. بالاولي سجل، بالثاني اخذ خطا، سجل منه الفري ثرو الاولي. بسجل كمان ابراهيم توماس بنجاح. النقطة الرابعة جمال جونز، جونز لبرا عند جابرييل عجمياو، كمان عم يخترق وكمان عم ياخذ خطا. لنشوف الفاول على مين احتسب. منه هين جابرييل عجمياو. الخطا الاول على باتريك بوعبود. ضيع الفري ثرو الاولي من وقت قليل، سجل واحده من اثنين. بسجل الثاني. اللاعب من جد خليل صرفيني اكثر لاعب سجل 3 بوينتس في ستيبس بطوله لبنان. كمان الجابير جابرييل صليبي مدري شاط ما بيسجل. جابرييل ديفنسيف ريبوند لزاك. زاك لافتون، زاك اخترق وصل على السلة ما بيسجل. زاك لافتون ديفنسيف ريبوند لجابرييل بليك وفاست بليك مقطوعة. ترانزيشن ديفنس لفريق هومنتمن. طيب بتوصل لمين؟ جابرييل تسديدي ثلاثية بيسجل نقطة الخمسة. تاني 3 بوينت لصالح فريق هومنتمن بالجيم. تعادل الارقام. جابرييل صليبي بيلعب على السله. جابرييل في خطا كمان لصالح جابرييل. الخطا على جاد. 2 فري ثرو كمان للصليبي. سجل المحاولة الأولى بنجاح. كمان جابرييل من اللاعبين اللي عنده برسنتج قليل على الرميات الحرة بهالموسم 53%. عم يسجل الرميتين. أربع نقط لجابرييل. من جديد تقدم نقطتين لصالح فريق الماريست خارج أرضه. جيرار بيطلع لبرا عن جمال جونز. تستيدي الريباوند كمان دفاعي، شغل من ابراهيم توماس ساعد عليها جابرييل. جيمال ارتس لبرا عن جابرييل. صليبي كمان ما بينجح. اوفنسيف ريباوند جديده هالمره لجافيون. هيدي ثاني اوفنسيف ريباوند بيعملها بالجيم بيضيع. والبوزيشن بتروح تيم ديفنسيف ريباوند لصالح فريق هومنتمن. ايمانو كياوا بناس بسيريا. زاك لافتون تمريره حلوه بتوصل لجابرييل. حلوه شو حلوه فينش ولا اجمل لجابرييل عجمياس. سبع نقط هو هداف المباراه حاليا. استفاد من تمريره حاسمه لزاك. دبل تيم على ابراهيم بيعطي جابرييل تحت السله. طيب عم تطلع اوبن شوت جيمال ارتس هو يلي بيسجل اولى نقاطه لجيمال ارتس بالجيم. ارتس لطالما كان من افضل اللاعبين يلي بيسددوا على 3 بوينت بهالموسم حوالي 40%.
طابع توصل كمان لجابرييل تحت السله، عم يجرب يلعب على ابراهيم توماس بيخسرها هالمره، ستيل كان من باتريك بعبود، فاست بريك جيمل ارتس باطعوا لاعبي فريق الشعوبيين بالترانزيشن اوفنس. شفنا الترانزيشن ديفنس عن فريق هومنتمن اخذوهم على السد، اوفنس ابراهيم بضيع، اوفنس ريباوند جديده، جابرييل تحت السله عم يطلع الطابه من جديد لبرا، وهلا الريباوند عم يكون السيطره فيه اكثر لصالح الماريس. ارتس بسجل للمره الثانيه بالجيم، ست لقط لجيمل ارتس والتقدم عم بيزيد حاليا لست لقط لصالح فريق الماريس على حساب عماد من تايم اوت. المدرب جوم جاعس كان طلب تايم اوت بعد البدايه القويه للاعبيه ورجال المدرب صباح خوري. الريباوندز لهلا دبل، 8 ريباوندز لفريق الماريست، 4 لفريق هومنتمن، هون انعمل الفرق مع انه الفريقين عندهم نفس النسب 40% لكل فريق. نشوف بعد التايم اوت شو رح يتغير. واضح جدا انه هون عم نشوف تكتو افضل سكورر بالجيم. جابي عجميان 7 نقط، 6 جيمل ارتس، 4 ابراهيم توماس، شاط خليل ما بينجح بالثري بوينتس، رقم 41 ريباوند جديد لصالح فريق الماريس. باتريك عم يعطي ارتس ما بيسجل هالمره جيمل ارتس، زاك لافتون على الديفنسيف ريباوند، زاك قطع زاك وسلة محتسبة، سلة محتسبة لزاك لافتون، أخذ الخطأ وكمل على السلة، 4 نقط لزاك يلي هو لهلا بالبلاي أوف مسجل أعلى نقط بجيم واحد، 33 نقطة بالجيم 1. بسجل كمان فري ثرو، 5 نقط لزاك لافتون، بسرعة نزلوا الفارق لثلاثة. عم نشوف جمال جونز هو اللي عم يدافع على، وهون في اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول على ابراهيم توماس، عم نرجع نشوفه بالريبلاي. هيدا ثاني فاول على ابراهيم، وهيدي مشكلة المشاكل إذا كان الخطأ الثاني على ابراهيم، رح نرجع نشوف على مين فاول، يمكن على جابرييل. الخطأ على جابرييل، إذا خطأ على جابرييل، خطأ على باتريك، خطأ على إبراهيم، شفته هو عم يعترض افتكرت تحتسب الخطأ عليه. زاك لافتون بسجل، زاك 7 نقط، 7 نقط لزاك لافتون. مباراة متقاربة جدا ببدايتها. رح نشوف بالإعادة جافيان بليك كيف أخذ الفاول. جافيان عم يعطي إبراهيم، بيبرم على السلة ما بيسجل إبراهيم، ديفنسيف ريباوند لجيرار، أول ريباوند لجيرار حديديان. بعدهم بالريباوندز مأخرين هومنتمن على حساب فريق الماريس. زاك لافتون أخذ تسديدة ما بيسجل، زاك بليك رابع ريباوند لجافيان. طابع عم توصل تحت السلة لباتريك بوعبود، يلعب لبرا عن جابرييل، إبراهيم توماس أخذ التسديدة عن الأرض، جونز على الريباوند. يعني رجع إبراهيم توماس عكس ما بلش، إذا بتنتبهوا كيف بلش دائما لعب الإنسايد، يلعب بالبينت،
بلش يرجع ياخذ اوت اوف سيستم، يلعب تسديدات من برا وبلش يلموا الريباوندز اكثر واكثر. فريق عماد بن ويس غلوهم. جابرييل عجميا 9 نقاط لعجميا. عماد بن عميد قدم بفارق نقطة. وهون كمان في خطأ لصالح ارتس. بعتذر يعني على صوتي اليوم، بتعرفوا الجريب مطلع الدنيا بهالطقس، اعتذار. خطأين على جمال جون، بسرعة سحبه المدرب جون جاعس واستبدله بدوين جاكسون. ارتس عم يسجل نقطة السابعة حاليا، بعده تكنو افضل سكورر هو جابرييل عجميان بتسع نقط. ارتس بسجل الرميتين نقطه الثامنة بالجيم. ماريست بيرجع بيتقدم بنقطة. كمان جاد، جاد خليل ما بينجح، وبتابع جيرار، بتابع جيرار. أول سلة لجيرار حديد يوم بالجيم. كمان عم تعطي تقدم هومنتن بنقطة من جديد. جابرييل عجميان فول ديناي على جيرين بليك. شوفوا كيف لاحقوا. عم يجرب يبعده عن كل الطبيب، خطأ لصالح بليك. دقيقة و25 ثانية لنهاية الكوارتر الأول. شفتوا بعد التايم اوت اللي طلبه المدرب جون جاس قد ايه تحسنوا بالريباوند، صاروا 8 مقابل 10، كانوا 8 ب4، بلشوا يقربوا عليهم بالريباوند، لما قربوا عليهم بالريباوند سكور رجع يصير قريب بين الفريقين. جيريان عم يسجل نقطة الخامسة. بسجل كمان جيريان بليك نقطة السادسة بالمباراة. جيمي سالم على أرض الملعب بدلا من جابرييل عجميا. عم يريحوا المدرب مجاعس، كمان صار عنده تو فاولز. بنشوف جيمي كيف رح يدافع على جيريان بليك. جابرييل عم يدافع عليه وساعد بتسع نقط بأقل من 9 دقائق لصالح فريقه. تحت السلة جيرار بيعمل موف، بسجل جيرار، بسجل نقطة الرابعة بالجيم. تقدم نقطة من جديد لصالح ومدمن. لهلا كان مرة صار كل فريق يقدر يعمل ليد على التالي، كان مرة تغير الليد. ابراهيما توماس عليه لاعبين لابراهيما، ووكينج ووكينج على ابراهيما توماس. عم يدافعوا عليه كثير منيح. إذا بترجعوا تشوفوا هلا إذا فرجينا إياه المخرج بالريبلاي، شوفوا كيف ايديهم على الطابه خاصه لجيمي سالم. وهون حرك الاجرتين مع بعض ابراهيم توماس، لو ضلوا مثبت اجر كان مرتكب الووكينج. جيرار كمان مدرين شوت، بسجل بسجل الايرون مان نقطه السادسه بالجيم. وتقدم الثلاثه حاليا لصالح فريق هومنتمن. باتريك بوعبود لبرا عن جابرييل، اوبن شوت بسدد، ديفنسيف ريباوند لدي جي. اخر سوين الربع الاول. وعشرين 25 لصالح ومنفن، اخر خمس ثواني. جاد خليل بيعطيها لزاك، بسدد من محل بعيد، ما بتنجح المحاوله. جيرار جرب يستفيد من الاوفنسيف ريباوند، لكن الوقت عم ينتهي بتقدم فريق هومتمن بفرق 3 نقط على فريق الماريس. مباراة صعبة، مباراة رح تكون حساسة جدا. برجع بذكركم إذا هومتمن بفوز بيتأهل للفاينل فور، إذا الماريس بفوز بعدل السيري 1-1 وبيفرض مباراة ثالثة.
الفريقين على ارض الملعب لانطلاقة الربع الثاني. عم نشوف عمر جمال الدين لاعب فريق الحكمة اللي رح يخوض مباراة بكرة بانطلاقة السريع بالنسبة للحكمة والأنترانيك. بكرة رح تنطلق المباراة الأخيرة أمام الرياضة، عمل فيها 6 أسيست. نحكي كثير إنه هي كارير باست، الكارير باست لعمر بالأسيست هو 7 تمريرات حاسمة بالجيم الواحد، وبتصور عملهم بهالملعب أمام هومنتمن. أرتس عم يسجل حاليا نقطته 10 بالجيم. دي جي دوين اخترق وصل على السلة، دوين بسجل دوين جاكسون. بدأ الطريقة الأحب على قلبه، اختراقين من برا لجوا، صعب حدا يوقفه بالطريقة يلي بيلعب فيها دوين جاكسون، وخاصة إنه إبراهيم توماس اللي يجرب يتفادى أي فاول رح دايما يجرب يلعب عليه. إلي ريستوم كمان بيوصل على السلة بسجل ريستوم، أول سلة لإلي بالجيم. تحت السلة كمان هون في بلوك شوت من ابراهيم، بلوك شوت عمله على جيرار، اوت اوف باوند. زاك لافتون تحت السلة بيستفيد من تمرير جاد خليل، 9 نقط لزاك. ارتس كمان تسديدة بسجل نقطة 13، 3 3 بوينتس يا ارتس. الهيئة بده اليوم كمان يكون الملك، مسابقة انت الملك مع ملك الطاووق، صار عنده 3 تريبوس، بعدنا بعاد كثير لنخلص بالجيم، بده 4 بعد. دوين جاكسون بجرب يرد عليه ما بينجح، جيفيون بليك على الديفنسيف ريباوند، بليك ياخذ تسديدة ثلاثية اوفنسيف ريباوند ونقطتين لريستوم، 4 نقط لإلي ريستوم. الماريست عم يتقدم بنقطتين حاليا، 9 نقط بدقيقة ونص لفريق الماريس بالكوارتر الثاني. زاك لافتون، زاك عم يعطي جيمي سالم، جيمي لجيرار، جيرار بجرب يلعب، حلو هالموف يا جيرار، 8 نقط لجيرار حديد يام، بعدل الأرقام. باتريك معبود محاولة ثلاثية تب من جيفيون بليك على مرحلتين بسجل جيفيون، من نقط لجيفيون بليك. مباراة رايحة كثير اوفنسيف اذا مكملة هيك. كمان درايف تحت السلة زاك لافتون، لتشوف قرار الحكم في ووكينج، في ووكينج على زاك لافتون. زاك عم يعترض والحكم عم يفسر له الووكينج بوقت دوين جاكسون عم بهديه لزاك. مارفن سركيس على ارض الملعب بدلا من باتريك معبود. مارفن جيفيون بليك، جيفيون لبرا عند ارتس، إلي ريستوم اوبن شوت ما بيسجل ريستوم، جاد خليل على الديفنسيف ريباوند. جيمي سالم يلعب على السلة، حلوة كثير يا جيمي هالفينش، أول سلة لجيمي بالجيم، 4 تلاتات على السكرين بعد 3 دقايق من انطلاق الكوارتر الثاني. ابراهيم توماس بيوصل على السلة بسجل ابراهيم، 6 نقط لابراهيم توماس. شفتوا كيف بسرعة لقى بسهولة يقدر يوصل تحت السلة. إذا ابراهيم بركز باللعب بالبينت بيعمل له مشكلة كبيرة لفريق هومنتمن يلي بيلعبوا فعليا من دون لاعب ارتكاز. جافيان تسديدة ثلاثية بسجل بليك نقطة 11، أول لاعب بالجيم عم يعمل دبل فيجرز بالنقط. هون الحكم عم يعطيه إنذار لجافيان بليك، عمل ردة فعل عند الجمهور.
الماريست عم يتقدم حاليا بفارق 5. تخيلوا جيميان بليك لهلا غير انه هو افضل سكورر بالمباراه، هو افضل ريباوندر ب 8 ريباوندز لهلا بالجيم. وبرجع بقول لكم الريباوندز هو العلامه الفارقه لهلا بين الفريقين لصالح فريق الماريست. زاك لافتر، زاك يعطي دي جي تسديد عن الارض ما بيسجل دوين، ريباوند لشعب خرس يلي استعان فيه المدرب صباح خوري على ارض الملعب. بليك سريع طب توصل لارتس الرابعه ما بيسجلها جيم الارتس، اوفنسيف ريباوند لصالح الي رستوم. والتسديده الثلاثيه كمان بدوره ما عم تنجح، وهيدا ريباوند جديد لجيميان بليك. عم تشوفوا عن شو عم بحكي، عن سيطره الريباوند لصالح فريق الماريس. شفتوا كيف اوفنسيف ريباوند اخذوا بهجمه وحده الي رستوم لبرا عند ارتس، وكلوك فايوليشن تورن اوفر على الماريس، ما قدروا استفادوا من ثالث شانس. دي جي جيرار حديديا عم جرب يلعب كان عن شعبي خرس، توصل لدوين تسديدة دوين عن الار كمان ما بتنجح. جيرار عمل اوفنسيف ريباوند وفي فاول لصالح جيرار. اوفنسيف ريباوندز لهلا لصالح فريق الماريست من 18 لهم بالجيم، يعني تقريبا نص الريباوندز يلي عملوهم تقريبا اخذوهم اوفنسيف. بينما فريق هومنتمن 4 اوفنسيف ريباوندز. زاك لافتون، زاك قطع يوصل على السله، حلو هالفينش يا لافتون، 11 نقطه لزاك. تايم اوت. أرقامه لجيميان بليك 11 نقطة، 9 ريباوندز، 3 اسيست لهلا بالجيم. أرقام لافتة جدا لجيميان بليك. ثلاث لاعبين لهلا عملوا دبل فيجرز بالنقط، أرتس 13، 11 زاك، 11 بليك. جيميان معه بالديفنس صار جاد خليل، صاروا ثلاث لاعبين مدافعين عليه، جابرييل عجميان، جيمي سالم، وهالمره جاد خليل. الي رستوم تكنو اوف ذا ريباوندر عم تشوفه لبليك، وهون البلوك شوت يلي عمله دوين جاكسون على ابراهيم توماس. هلا بنرجع نشوفه بالريبلاي. جيرار بده يجرب يلعب كمان على ابراهيم، ما بطلع له اياها لدوين، دوين منه موفق اليوم بالاوتسايد جيم، دوين بيخترق، دوين بسجل 4 نقط لدوين جاكسون، بيرجع بينزل الفرق لنقطة واحدة بس. توماس خطأ لصالح جيفيان، أخذ الخطأ من جاد خليل. بالريبلاي فاول واضح من جاد.
هارتس ستيب باك ما بيسجل هارتس ديفنسيف ريباوند عالي لجيمي هيدا اول ريباوند لجيمي سالم بالجيم هومنتون امام فرصة التقدم من جديد مارفن ساركيس عم يفتح له ميلة الشمال اخذ التسديد زاك ما بيسجل بليك عم يعمل دبل دبل شايف يا بليك بروح على السلة وبيسجل نقطة 13 نقطة 10 ريباوند ب 14 ب 16 دقيقة لعب لجيفيان بليك جاد خليل تمريرة حلوة كثير حلوة كثير بين جاد وجيرار ما بعرف إذا يعني بتصور كانت فايتة بالسلة هلا برجع متأكد أو جيرار هو يلي سجلها إبراهيم توماس عم جرب يلعب على جيرار حديديا بمر لبرا مقطوعة من دوين جاكسون فاست بريك مع زاك لافتون زاك لافتون يورو ستاب الشهير فيها بضيع الرستون برد بالديفنسيف ريباوند مارفن ساركيس بروح على السلة بمر لإبراهيم توماس توماس عم يكسر الطابة عم يكسر الطابة بإيده للأيرون مان أخذها منه للاعب المترين و13 سنتيمتر تحت السلة وممكن يستفيد منها هون دوين جاكسون ليرجع يعطي تقدم لفريق هومنتون بعد عنده 10 سكندز دوين جاكسون خطأ من مارفن شوف الجيرسي تبع زاك لافتون انخزقت إذا بنشوفه مخرج لزاك أوف شو قصة هالجرسيات اللي عم تتخزق رح نرجع نشوف بالإعادة هون شو صار تايم اوت الحكام عم يتشاوروا مع بعض الحكام الثلاثه كانت رياكشن من زاك غيرها كأنه أنا عبالي أعرف كام جيرسي رقم 23 عنده زاك لافتون شو بخرج 23 وحدة أوكي إذا التصويت بالعبد الله بريدكشنز 73% جمهور عم يعطي لفريق هومنتون 27% لفريق الماريس عم بيزيد هومنتون كان 71 صار 73 اذا حاليا عم يلعب المدرب جوم جاعص بجمال جونز ودوين جاكسون فضل يريحوا لزاك تكنيكال فاول يلي اخذوه فريق الماريس بردة فعله لزاك لافتون بسجل ارتس لفري ثرو نقطة 14 حاليا هو افضل سكورر بالجيم تكلو افضل ممرر بالجيم زاك لافتون ثلاثة بليك ثلاثة جاد خليل اثنين اسيست هول الافضل بالاسيست بتكنو جيرار حديديا عم يلعب على ابراهيم توماس ما بيسجل اوفنسيف ريباوند لمين البوت طابة بيخسرها بيرجع جيمي عمل اوفنسيف ريباوند لكن ما عمل كنترول اقل من ثلاث دقائق لنهايه الكوارتر الثاني المباراه رح تكون صعبه كثير على الفريقين مارفن ساركيس
معه دي جي بالديفنس. جافيان بليك مسجل جافيان نقطه 16، ثاني تري بوينتس لفريق، ثاني تري بوينتس لبليك، الخامسه للماريس اللي عم يرجع يعمل ليد بخمس نقط. جاد خليل عم يعطي جيرار مدري شاط ما مسجل جيرار، وهون في خطا لصالح جمال جونز. خطا على جيمر. سايد بول جيمي، فيك لجيمي سالم، اخترق البيس لاين، طلع له اياها لدوين جاكسون، بسجل دي جي، عم يسجل 3 بوينتس رقم 54 لاله بالليج، الاولى لاله بالجيم، هو اكثر لاعب سجل 3 بوينتس بس نسبته هي 35%. ابراهيم توماس لبرا عند ارتس، ارتس يرجع بيعطي ابراهيم برا. جافيان اخذ تسديد صعبه، ديفنسيف ريباوند لجيمي سالم، ومثل امام فرصه معادله الارقام وممكن التقدم. جيمي لبرا عند جونز، جاد خليل تسديد صعبه ما بيسجل جاد، والريباوند لصالح ابراهيم. جافيان بليك عند الي، اوبن شوت للرستوم، بسجل الي، سبع نقط للرستوم بالجيم، ستة تري بوينتس للماريس بالمباراة. دوين كمان جيمي، اوبن شوت، اوبن شوت، بضيع جيمي سالم، ديفنسيف ريباوند، هالمرة لصالح مارفن سركيس. ستة من 18 اتمت للماريست عن الارض. مارفن ما عم ينجح بالمحاولة، مارفن وهون في خطأ لصالح جاد خليل من مارفن سركيس. 36 ثانية ببقى، رح نرجع نشوف بالإعادة الريباوند اللي عمله جيرار، والخطأ من مارفن لصالح جاد. نص دقيقة تقريبا بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني. جاد خليل عند دي جي، ما بسجل دوين، ديفنسيف ريباوند كمان لابراهيم توماس. تأمين النوم أفضل من هومنتمن خاصة بالريباوند. جافيان يعطي الي، الي فيك بفضي لمارفن سركيس، اوبن شوت بسدد وبسجل، بسجل السركيس عن الارك بنجاح، صار عندهم سبعة تري بوينتس بالمباراة فريق الماريست يلي عم يتقدم مع نهاية الكوارتر الثاني بفرق 8 نقط 42-50. إذا مشاهدينا وشوفوا كيف بلشت تتغير العبد الله بريدكشنز، بلش ينزل البرسنتج يلي كان عم ينعطى لصالح فريق هومنتمن، صار 61% 39% للماريس. نحن وياكم مشاهدي ام تي في رح نتوقف تقريبا لعشر دقائق بريك، وبنرجع من جديد لملعب مزهر لقاء الماريس وفريق هومنتمن.
عم تشوف نسبة تسجيل من كل المسافات كثير قراب من بعض، 44% تقريبا للفريقين. انتبهوا للثري بوينتس، وهون بدي اتوقف عن شغله مهمه بالارقام. 21 اتمت اخذوا الماريس عن ارك للثري بوينتس، بينما اخذوا 15 اتمت بس على التو بوينتس. يعني كنا عم نحكي بانطلاقه الجيم كيف كانوا مركزين باللعب بالبينت ليكسروا السمول بول عند فريق هومنتمن. فاجئون الماريست اليوم لهومنتمن انه عم يلعبوا اكثر من برا من غير مباريات، والبرهان انه اخذوا على 3 بوينتس 21 15 بس من 2 بوينتس. شوفوا الفري ثرو تركيز العالي 100% 11 من 11، بينما فريق هومنتمن على ارضه عم يلعب ب 18% على 3 بوينتس. الريباوندز كنت عم بحكي عنهم دائما انه عندهم تقدم بهذا المجال، فريق الماريست عم يقربوا عليهم هومنتمن بس بعده التقدم لصالح الماريس. الاسيست تقريبا متعادل، 3 تورن اوفرز لفريق هومنتمن، هيدا الشيء الايجابي جدا اليوم عن فريق هومنتمن، 3 تورن اوفرز باثنين كوارتر، 6 عند فريق الماريس، 3 ستيل مقابل ستيل واحد، وبلوك لكل فريق لهلا على الهاف تايم. اذا حاليا رح نشوف جاجا، وين المايك يا جاجا؟ أنا راح أعطيك المايك لحول. إذن جاجا عم نشوف التصويت على سنيبس، شوفي قدي جمهور الرياضي عم يتفوق على كل الأندية. هون بدنا نقول $100,000 بيتقسمون حسب التصويت، يعني لهلأ إذا هلأ خلصوا التصويت اليوم الرياضي بيربح سنة جاي $60,000، الحكمة $26,000، $7,000 لبيروت. وشوفوا هومنت من أنطونية وباقي الأندية كيف مقسمة. غياس بعدهم العالم مفكرين إنه مين مرجح لنايل مين بترشح هوليك، مش عم يفهموا إنه كل حدا فيه صوت حتى لهوبس، يعني لأي فريق صار خارج الفاينل. هي بس لأرجع فسرها مرة وحيدة، بيشتروا كيسة شيبس سنيبس بيفتحوا فيه الكود، بيعملوا سكان أول شيء من برا فيه الكود، بحطوا الكود وبصوتوا للفريق يلي بحبه. الفريق يلي بحبه هال $100,000 بيتقسموا الأندية العشرة بانطلاقة الموسم المقبل حسب التصويت. إذا لهلا $60,000 عم يروحوا لفريق الرياضة بيروت. نشوف التصويت كيف رح يكمل من هلا لنهاية المسابقة يلي عم تعملها سنيبس تشيبس، وبالفعل مسابقة حلوة جدا عم يشاركوا فيها عدد كبير من الجمهور اللبناني، وعلى امل يزيدوا اكثر واكثر. هيك بيكونوا عم يشجعوا فريقهم بطريقه اندايركت ليساعدوه بدعم بدعم الخزينه الماليه. رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله استاذ اكرم الحلبي الى جانب مدير المنتخبات الوطنيه مروج برايد. حلبي هاف كورت شوت. شوف كمان الياس خليل عضو الهيئه الاداريه ورئيس لجنة الملاعب، رح نبلش إذن بالحلبة هاف كورت شوت. المحاولة الأولى قريبة ما بتنجح، إذا المحاولة الأولى لنشوف بعد عنا 4 محاولات، إن شاء الله يكون عنا فائز اليوم بالمسابقة. كمان الثاني ما بتنجح. محاولة جديدة كمان منا ناجحة. دعانا كانت قريبة المحاولة الأخيرة، إذا ما رح يكون عندنا فائز اليوم. طبعا بيربحوا ناتس من الحلبة كل حدا بيشارك، ورح نروح لانطلاقة الكوارتر الثالث. عم نشوف جابرييل عجميو عم بيرجع على ارض الملعب كمان بلجنة كرة السلة لهومات الشانط اتنيزيو. هلا رح يكون عندهم ردة فعل فريق هومات بانطلاقة الكوارتر الثالث، لنشوف شو رح يصير. جيرار عم يعطي دوين جاكسون، اخترق دوين، اخذ الفاول دوين جاكسون، فايت ليشن الخطأ من ابراهيم توماس. هذا اي فاول كمان ما فيها سكور بورد، ما ببين ثاني فاول
بعده منه فاول ترابل. يعني بالكوارتر الثالث تو فاولز مقبوله. باونس مع زاك لافتون اللي رجع على ارض الملعب. ريحوا المدرب جون جاس بالدقائق الثلاثة الأخيرة من الكوارتر الثاني. جيرار حديديا عم يلعب على إبراهيم توماس، بسجل عليه جيرار 10 نقط للأيرون مان. دبل فيجرز بالنقط، نزل الفرق إلى 6. جافير جافير بليك لإلي ريستون تسديده ثلاثية بسجل الرستم نقطه العشرة. تاني ثري بوينتس لإلي رستم بالجيم. فارق عم يطلع لتسعة حاليا، أكبر فارق بالمباراة. زاك لافتون عم يعطي جيرار تسديده ثلاثية بسجل جيرار 13 نقطة لجيرار حديديا. هيدي أول ثري بوينتس لإله بالجيم. هيدي الثلاثية الخامسة لإله بس بالموسم، بس قد ايه اخذ اتمت؟ 11 اتمت بسجل خمسة، برسنتج عالي. كمان مارفن تستيدي ما بسجل، مارفن ديفنسيف ريباوند لدي جي. زاك لافتون زاك من جديد هو اللي عم يستلم بدرين شوت ما بسجل. زاك الريباوند جيرار عم يستقتل على الطابة، هو وان جيفين بليك في بتوين البوزيشن، رح تكون لصالح الماريس. شوف الروح الرياضية بين إلي ريستون وجيرار حديديا. شوفوا هون الصراع على الطابة. اليوم عندنا بنت بتمسح الارض. طيب هنا مخرج. جافير. جافير بليك. لبرا عند الرستوم. تسديد الثلاثية ما بتنجح. ديفنسيف ريباوند للخليل. جاد عم يطلع هو بالطابة بيعطي دي جي، أخذ التسديدة. الثلاثية ورقصة الشومي. 10 نقط لدوين جاكسون، تاني ثري بوينتس له بالجيم. نزلوا الفارق سريعا للثلاثة. قوم لإعادة تمرير جاد. إذا عندنا الرياكشن تبع هيدي رقصته لدوين جاكسون يلي بدأها بلبنان، هو لاعب الرياضي السابق ايس كاستس. ايس كاستس يلي تعرفت عليه ببطولة، مش ببطولة لبنان، تعرفت عليه قبل ببطولة أندية آسيا إذا ماني غلطان بال 99، كان يلعب مع الفريق الإندونيسي وقتها المشارك بملعب غزير، ومن بعدها استقدموا فريق الرياضي وكان من أفضل الأجانب يلي قطعوا بالليغ اللبناني. الرياضي بيروت اللي وقع اليوم مع تون ميكر اعلن انضمامه. ديكرا كوسوفيتش كمان، وكنا شفنا جوني هاملتون لفريق بيروت. الليفل عم يعلى بشكل لافت في الليج اللبناني بسلمس بطوله لبنان قبل انطلاق اقوى فاينل فور بتاريخ الدوري اللبناني لكره السله. حلوه التمريره يا جيرار حديديا مرر دوين سجل نقطه 12. الفارق نزل سريع على نقطة واحدة بس، بعد ما كان تسعة نزل الفارق لنقطة. سجل ثمان نقاط متتالية لجير المدرب مجاعس.
جيرار بتلعب على ابراهيما، الابراهيما توماس صار عنده فاولين اكيد، جيرار ودوين جاكسون بده يجربوا ياخذوا منه الخطا الثالث ليحطوا ضغط على المدرب صباحوني، لنشوف اذا رح ينجحوا بهالشيء. انا شايف هون كانوا عم يلعبوا بوكس اند وان على جيم الارتس فريق هومنتمن، ودوين هو اللي عم يدافع على ارتس. بالعاده عم نشوف الستيل والخطا اللي اخذه جيرار. جاد خليل يعطي زاك، حديد ديا عم يستلم من جيد، جاد اخذ التسديده خطا لصالح جاد خليل على الارك، ثلاثه فري ثرو. ثلاثة فري ثرو اذا لجاد، هالسنة عنده نسبة 67% على الرمية الحرة. بضيع المحتوى الأولي. عم يضيع كمان الثانية. اليوم الماريس برسنتج 100% بينما عند فريق هومنتمن هلا 3 من 7، الماريس 11 من 11 عن الفري ثرو. اوه عم يضيع ثلاث رميات حرة جاد خليل اللي رستم على الريباوند. واو ممكن يندموا كثير عليهم هون الفري ثرو. ارتس كمان، ابراهيم توماس توصل لإلي رستوم ما بيسجل الرستوم، ديفنسيف ريباوند لجيرار حديديا عم يطلع هو بالطابه، جيرار اول ذا واي راح على السله بيسجل جيرار وبيعطي التقدم نقطه لصالح فريقه 15 نقطه للايرون مان، ثاني افضل سكورر بالجيم بعد جيفيون بليك. شوفوا جابرييل كيف عم يدافع على بليك، والتسديد الثلاثيه ناجحه على باتريك معبود، اول سله لباتريك بالجيم، نقطتين بقول الحكم. كمان تحت السله بنشوف قرار الحكم، البوزيشن لهومنتمن ضربت لارتس بالاخر وطلعت للاوت. بالاعاده هون ضربها ارتس، لو تركها كان طلعت بالاوت لصالحه، ما بعرف ليه رجع لقطع للطابه. اوت اوف باوندز، جابرييل ساليني بيرجع على ارض الملعب بدلا من الريستون. جاد خليل لدي جي مدري شوت، ريباوند لتوماس، ارتس هو اللي عم يطلع بالطابة. جيفيان استلم، ضلوا فترة ما سجل جيفيان بليك، 16 نقطة برصيده بالجيم. توماس عم يطلع الطابة لبرا عند جيم الارتس كمان. جابرييل صليبة، في خطأ لصالح جابرييل. بالعادة عم نشوف الفاول من دوين باتريك. كمان جيفيون بليك عم يعطي التمريره لباتريك معبو، الطابه بتطلع لبرا بعد في 2 سكندز، تسديدة ارتس، ديفنسيف ريباوند لزاك لوفتون. زاك لافتون بعد ما شفناه بالاوتسايد جيم بهالمباراه، ميد رينج شوت كمان ما بينجح، ريباوند كان لصالح جيرار حديد يا وين جاكسون كمان ما بينجح، وفي خطا لصالح فريق الماريس. نشوف الفاول اذا ماني غلطان على زاك.
اذا خطا لصالح فريق هومنت من ابراهيما. اذا خطا على ابراهيما توماس. ثلاث اخطاء على ابراهيما توماس. نشوف اذا رح يتركوا المدرب صباح كوري على ارض الملعب. هون رح تبين اكثر. هون جرب استعمل ايده شوي عليه وشوفوا رد فعله لجيرار. جيرار كان ذكي كثير برد فعله، فرجى انه في بوش قويه. هي في بوش بس مش بهالقوه يلي فرجاها جيرار. وهون اللاعب يلي بده يكون عنده ريفلكس كثير سريع بالجيم. شوف المدرب صباح كوري اذا رح يتركه لابراهيما توماس. بعد عنده 15 دقيقة لنهاية الجيم. الملعب زاك لافن على الانباوند. زاك يعطي شاط. زاد خليل تسديده عن الارض والبوزيشن كمان عم تبقى. جيرار عم يعمل شغل، عم يعمل شغل، عم بيقاتل امام لاعبي فريق الماريس. تقريباً صاروا تقريباً إيكوال الفريقين. وين جاكسون؟ يعطي جيرار حليل ياه بيجرب ياخذ الخطأ الرابع. بيمر لجابريال عجيم ياه ما بيقدر يتخطى إبراهيم توماس. الريباوند للجيمين بليك. بليك بالفاست بريك في فاول من جد. جاد عم يرتاح على مقعد الاحتياط. جاري على ارض الملعب وجافيان بليك. الحكم في اوفنسيف فاول. خطا هجومي من جافيان بليك. عاده جافيان ما بيغلط هيك اغلاط. شوفوا حتى ما عمل ولا رياكشن جافيان بليك. جابرييل عجيميان بالفعل يعني من وقت ما دافع عليه لانه اذا بتنتبهوا فات بفاول ترابل. ريحوا المدرب جون جاعص لفتره طويله. لعب مرتين يعني على بليك من دون جابرييل. لعب مره جيمي مره جاد خليل. رجع جابرييل عجيميان بانطلاقه الكوارتر الثالث. لهلا وقفوا بشكل كامل ولا نقطه لبليك بهالكوارتر. كمان تورن اوفر من زاك لافتون. جابرييل صليبه بروح على السله. خطا لصالح جابرييل. الريفلي عم تشوف الفاول من دوين جاكسون. لنشوف الفري ثرو عند فريق الماريس. كانوا 11 من 11 على الهاف تايم. بسجل جابرييل الفري ثرو رقم 12 بنجاح لفريقه. ماريس بزيد التقدم لنقطتين. اول فري ثرو عم تضيع على فريق الماريس. ريباوند لجيرار. دوين دوين جاكسون كان عمل تورن اوفر. غريب شو عمل دوين. دوين وقف دربل لحاله. بس الغريب انه ما استفادوا منها الماريس. شوفوا ابراهيم توماس صلح له اياها. ساعده ساعده ليصلحها. حيلا حدا كان بده يدق فيها غير من ماريس. كانت ووكينج مسكرين عليه. كانوا اربع لاعبين من ماريس وما في ولا لاعب من هومنت من قريب ليصلح له اياها. صلح له اياها ابراهيما. هيدي هديه العيد يا ابراهيما.
فكرني بالعيد الشحاني المعمول. جاجا رح تجيب لي بكره. جابرييل عجميا تستيدي ثلاثيه اوفنسيف ريبون وجيرار حديد يا عم يسجل جيرار 17 لقطه صار رصيده لجيرار حديد يا افضل سكورر بالجيم هو الايرون مان 17 لقطه 9 ريبونز لجيرار ابراهيم توماس بمرر تبقى الفرصه لصالح فريق الماريس تعادل الفريقين على النقطه 56 حاليا كتر المعمول يا جاجا جانا خول كمان رح يجيب لي معمول ارتس بضيع المحاوله والريباوند لصالح جيرار عم يعمل دبل دبل جيرار حديد يا حاليا زاك تسديده دوين دوين جاكسون ما بينجح شوفوا قد ايه عم بقيت وصاروا همنفل على الريباوند عم يصعبوا لهم اياها كانوا مسيطرين بالهاف الاول لاعبي فريق الماريس عم يلموا كل شيء ديفنسيف ريباوند عم يلموهم واوفنسيف ريباوند كانوا عم ياخذوا كثير كمان جابرييل صليبي لبرا عن باتريك متري شوت بضيع باتريك ريبوند لصالح الدي جي فريق هومنتون بده يجرب يتقدم تسديدة زاك ما بيسجل زاك شوفوا مين لما الاوفنسيف ريبوند جابرييل عجميا قلت لكم المباراة ريبوند كانت بالهاف الأول وهون عم تكون ريبوند وزاك لافتون عم ياخذ خطأ عم ياخذ خطا زاك لنشوف الفاول على مين الخطا على مين على ابراهيم توماس اربع اخطاء على توماس المدرب صباح خوري منه راضي ابدا حاليا شوفوا بالاعاده شوفوا كيف سرق للطابه زاك لافتون اشترى الفاول شريه بعد سلد جاري بوكس اوت ابدا مش موجود إذا إبراهيم توماس يلي منه راضي عم يطلع لبرا على البنش بأربع أخطاء زاك بسجل فريت نقطة ال 12 بسجل كمان زاك لفت نقطة ال 13 من الجيم جيفيان بليك عم يعطي أرتس هلا صاروا الفريقين عم يلعبوا باجنبيين على ارض الملعب ارتس لعب جابرييل صليبي جافيان اخذ تسديده بسجل جافيان اول سنه له بهالكوارتر شوفوا قد ايه كانت صعبه انما سجل عدا الارقام من جديد الماريس ما بده يسلم المباراه ابدا بده يجرب يفرض مباراه ثالثه لنشوف شو رايه زاك لافتون تسديده ثلاثيه ما بتنجح الريباوند رجع لخرس كمان الشامبيون اخذ تسديده عن الارك ما بيسجل هالمره الشامبيون بليك الريباوند رح يكون لصالح جاري شيفيشيا اخر دقيقتين من الكوارتر الثالث زاك لافتون وتر اوفر هيدا بقولوا تر اوفر ببلاش ابراهيم توماس باتريك اخترق وصل على السله ما بيسجل باتريك وعمود جيرار حديد يا طابه بتصور ما دقت لجابرييل بتبقى لصالح فريق الماريس يلي عنده 14 سكند كمان باتريك مدري شوت عم يضيع باتريك عم يضيع باتريك ريباوند لدوين جاكسون دقيقة ونص لنهاية الكوارتر الثالث مين رح يتقدم بهالكوارتر زاك لافتون
زاك يعطي دي جي، دي جي بيعمل فيك، يعطي زاك تحت السلة، لقطة المضيع، جيرار عم يسيطر على كل شيء تحت السلة، مش لفترة طويلة، جابرييل صليبة بلم الديفنسيف ريباوند. جافير بليك، جافير مرر لارتس، خطأ لصالح جيبل. ثلاث أخطاء على دي جي. أرتس بسجل الأولى بنجاح. 13 فري ثرو من 14 لفريق الماريست. الريباوند صار 35 لهومن من 32 للماريس. بسجل ارتس الرميتين 16 نقطة لأنه بالجيم. بعد ما بلش بثلاثة ثري بوينتس غاب عن التسديد البعيد. جيرار حديديا لبرا عند زاك لافتون. زاك لدي جي يعمل فيك ستاب باك ما بيسجل دوين. شوفوا مين لم الريباوند. جيرار حديديا بيضيع المحاولة كمان عمل لم الريباوند. هالمرة جابرييل صليبة. يعني أكثر لاعبين أتلتيك تحت السلة كانوا عم ينطوا على الطابة اثنيناتهم روسهم عم تدق بالرم. شوفوا هون جيرار اخر شيء حسمها جابرييل واخذ الخطا الثاني من جيرار حديديا. مين فري ثرو لجابرييل. جمال جونز على ارض الملعب من جديد. جيرار حاليا هو افضل ريباوندر بالجيم. جابرييل بضيع الأولى. بليك بصراحة منه بعيد يعمل تريبل دبل، بده ثلاثة أسيست، يعمل أول تريبل دبل بالبطولة بهالموسم. هون جابرييل عم يلحق طابته وما بحق له، بسرعة الحكم. هو الوحيد يلي مضيع الرميات الحرة. جابرييل صليبة لفريقه. باقي اللاعبين سجلوهم كلهم. طابة عم توصل لمين؟ مقطوعة من جابرييل عم يطلع بالفاست بريك. جيفير بليك بيلعب على السلة ما بيسجل. ريباوند لباتريك معبود كمان ما بيرجع باتريك. ديفنسيف ريباوند 14 ريباوند لصالح جيرار حديديا. اخر ثواني الكوارتر الثالث. جونز مضيع. جاري عم يلحق الطابة. جاري شيبيشيا والحكم بيقول في بتوين البوزيشن لهم انتبه. أربع ثواني وعشر. يعني على سيرة التريبل دبل أكثر موسم صار فيه تريبل دبل موسم 2020 2021. 12 تريبل دبل لما كانت عم تلعب البطولة بلاعبين لبنانيين. سنة بعد ما شربنا ولا تريبل دبل. تحت السلة بضيع والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم فريق الماريست على هومنت من بنقطتين 58-60. إذن توترز بطل السلة. عم نشوف
حاليا بالتصويت جيفيون بليك اخذ اكبر حصه من التصويت 30% تقريبا، اقرب واحد له اليرستوم 26% من فريق هومنتمن. غريب انه جيرار حديديا اخذ بس لهلا 7%. نحكي عن التريبل دبل يلي اكثر مره صارت 12 مره بال 2021، اللاعبين يلي عملوا التريبل دبل هيك بسرعه: جوزيف الشرطوني، كريم زينون، علي منصور، جابرييل صليبي. اليرستو الشرطوني عملها كمان مره ثانيه، جوي زنقوم عمل التريبل دبل، كريم زينون عمل مره ثانيه، خليل هون، علي مزهر، كريم جنايل، وكان زنقوم. هول اللاعبين يلي عملوا تريبل دبل بموسم 2021 لما كانت عم تلعب البطولة بلاعبين لبنانيين. أرتس لاعب خرس تكنو اوف ذا ريباوندر، جيرار 15، بليك 12، 6 لزاك. حلو الموف هون يلي بيعمله ابي خرس، وفي خطا، هيدا الرابع على دوين جاكسون. اربع اخطاء على دي جي، صار هو وابراهيم توماس كل واحد باربع فاولز. بليك وولتر الثالث سجل، وهون سلي ثلاثية عم يسجلها جيفيون، 21 نقطة لبليك، 3 3 بوينتس لإله بالجيم، تقدم 5 للماريس. 16 نقطة سجلوا لاعبي فريق هومنتمن بالكوارتر الثالث مقابل 10 بس للماريس. دوين تسديدي ثلاثية بسجل دوين، بسجل نقطة ال 15، 3 3 بوينتس كمان لإله بالمباراة. مثله مثل ارتس مثل بليك، الفارق بيصل لنقطتين. جيفيون اخترع جيفيون، ما بيسجل جيفيون بليك. شوفوا هلا صراع على الريباوند، جمال جونز عم يحسم الريباوند الدفاعي. جونز بعد ما شفنا شيء منه بهالسرير، جمال جونز، جابرييل بيعطي جمال جونز، بياخذ تسديده ثلاثيه ما بيسجل على جيفيون، عمل ام الاوفنسيف ريباوند. نقطه ال 11 لجابرييل عجميا، عدل الارقام. النقطه 63 قبل 8 دقائق ونص من نهايه الجيم. باتريك كمان تسديده عن الارض لباتريك مابوت، او على جيم الارتس. ابراهيم توماس على ارض الملعب، جاد خليل عم يعطي ديتشي، عم يلعب باربع فاولز دوين. جمال جونز تسديده عن الار، كمان ما بتنجح. بليك على الريباوند، جيفيون ممكن يمرر جيفيون بليك، بيمرر لجابرييل صليبي، وتون اوفر، تورن اوفر على فريق الماريس. تسع تورن اوفر على الماريس. هومنتمن صار عنده 44 ريباوند مقابل 35 للباريس. رجعوا عملوا بالانس بالشوت سيلكشن لفريق الباريس، صار عندهم 28 شوت على 2 بوينتس، 26 على 3 بوينتس. خطا لصالح جيفيون، الخطا من عجميا. Thank you.
شايفين بلاي، جافير يقطع بروح على السلة ما بسجل، هجميه على الديفنسيف ريباوند. شفتوا كيف دوين دافع؟ يعني خايف يعمل الخطأ، لكن دوين جاكسون راهن عليه المدرب جوم جايس، تركه على أرض الملعب بأربع أخطاء، عم يسجل ثري بوينتس الرابعة لإله بهالمباراة، بيطلع الفرق لثلاثة لصالح فريقه. تايم أوت للمدرب طبعا. صار معه 57 3 بوينتس بالليج، اقرب واحد له جاد خليل بنفس الفريق ب 40 3 بوينتس. توترز بطل السله، جيرار حديديان قلت لكم انا متفاجئ كيف اخذ 8%، بس شوفوا قد ايه صار تصويت على توتس بطل السله للايرون مان، 63% عم ياخذ حاليا حصه التصويت، اللاعب يلي قادر يعمل لهلا دبل دبل ب 17 نقطه و 15 ريباوند. اخر سبع دقائق بالجيم، تكنو افضل ممرر بليك سبعه، اربعه زاك، ثلاثه الخليل. ابراهيم توماس عم يطلع الطابه لبره عند جيفيان بليك، جيفيان بليك فاول لصالح بليك. شوف بالاعاده بوزيشن لصالح فريق الماريست. الهاف الأول كان أوفنسيف، الهاف الثاني ديفنسيف بامتياز. الماريس سجل 50 نقطة على الهاف تايم، 13 نقطة لهلا بالكوارتر الثالث والرابع. أرتس بياخذ تسديده، ثلاثية ما بيسجل، الريباوند لمين؟ البوزيشن تبقى لصالح الماريس، ما قدر عمل كنترول على الديفنسيف ريباوند جيرار. اوت اوف باوند. جيفين بليك قاطع بليك وسجل 23 نقطة لبليك، بيرجع بينزل الفرق لنقطة. جاد جاد بسدد عن الارك، ريباوند لصالح جمال جونز، بيعطي جيرار حديديا بسجل نقطة 19، بيستفيد من اوفنسيف ريباوند اللاعب جمال جونز والتمريره الحاسمه. يعني شفناه بالهاف الاول معكوس بشكل كامل بالريباوند بالهاف الثاني لصالح اوفنسيف. اوفنسيف فاول من الريستروم. رح نرجع نشوفها بالريبلاي. شفتوا كيف استعمل ايده اللي رسمه، وشوفوا ردة فعله كمان لجاد خليل. جمال جونز ودوين مع بعض على ارض الملعب، جمال جونز قطع البيس لاين، بيعطي دي جي جاد خليل، جاد بدوره بوصلها لجيرار، جيرار بيعمل الموف بيرجع بيعطي برا الخليل، تسديده عن الارك ما بسجل جاد، الريباوند لمين؟ جابرييل عجيميو بتعمل شغل كبير بارض الملعب، دوين بضيع التسديده الثلاثيه والريباوند لجيمل ارتس،
وممكن تكون الضربة القاضية لدوين جاكسون إذا كان الخطأ عليه. الخطأ على دوين جاكسون. خمس أخطاء. زاك لافتون، خمس أخطاء على دي جي. دوين جاكسون 18 نقطة لعلو بالجيم، عم يطلع من المباراة بخمسة فاولز. تخيلوا فريقهم ممفيس رايحين من 20 اوفنسيف ريباوند. اي ار اس شو شوي مش هيدا نورمال فاول. عم يتأكدوا الحكام إذا ريجولر فاول أو في أون سبورتسمان. الحكم بأكد بعد ما شاف الـ IRS رباح الجيم وعادل خويري إنه ريجولر فاول. رح يكمل هومت من آخر خمس دقايق ونص بلد دوين جاكسون. تسديده ثلاثيه ما بتنجح. تيم ديفنسيف ريباوند لهم انتمن. خمس دقايق وعشرين ثانية، ممكن يكونوا آخر خمس دقايق وعشرين ثانية لفريق الماريس بهالموسم، وممكن الماريس يفرض مباراة ثالثة الأسبوع المقبل. الهيئة عم يطلب تشالنج المدرب صباح خوري. إذا بيروحوا على الأي ار اس الحكام. ألو اعطيني الأوت. منيحة بعد جوش، قرب لي اياها. لا مش مبينة مظبوط، في عندي بتعطيني اياها بعد، إذا دق فيها الأزرق. هون مبين دق فيها الأزرق، تاني أنجل. بطئة. مش دق فيها الأزرق. بعد مرة. الأنجل الفوقاني عطيني مبين الأزرق. إذا التشالنج رح يربحها المدرب صباح خوري. ربح التشالنج. شفتوا كيف فرقت بين انجل والثاني؟ يعني في انجل ببين كأنه يمكن ضايق فيها، الثاني حسمها أنه مش ضايق فيها. البوزيشن بتبقى لصالح الماريس. جيفير بلاي عند ابراهيما، هل رح يستفيدوا من التشالنج؟ ارتس بيلعب على السله، ما بيسجل ارتس. الريبوند لزاك لافتون، ما قدروا يستفيدوا من التشالنج اللي ربحها المدرب صباح خوري. لاعبي فريقه ما سجلوا، الفارق بقى ثلاثه. جيرار عم يعطي جاد خليل من جديد لجابرييل عجميا، بيلعب على السلة، بسجل جابرييل. 13 نقطة لجابرييل عجميا. صراحة عم يكون واحد من نجوم البلاي اوف بالديفنس وبالاوفنس. جيفير بليك تسديدة ثلاثية، ما بسجل بليك. ابراهيم على ديفنسيف ريباوند، يعطي بليك بضيع. ريباوند هالمرة لزاك لافتون. بليك هون ضيع الفرصة وزاك أخذ الريباوند. جاد
عم يدافع عليه مارفن سركيس. براشر من مارفن. دبل تيم على جاد. من جيد جاد خليل بيعطي زاك لافتون عنده بعد 8 سكندز. زاك بحاول يمرر بتبقى لصالح فريقهم هنتمن. زاك لافتون بضيع وفي فاول. خطأ لصالح. خطأ لصالح إذا ماني غلطان لصالح جيرار. شفتوا لأنه طالع كثير عالي على الأوفنسيف ريباوند. رح نرجع نشوف الريبلاي. شوفوا هون جيرار كيف طلع على الأوفنسيف ريباوند. كمان جمال جونز. جمال فيد أواي. بسجل جمال جونز. أول سلة لجونز بالجيم. عم يسجلها بالوقت الأكثر حساسية. بليك استلم. جافير يعطي التمريرة لمارفن سركيس بسجل للمرة الثانية بالجيم. عم يسجل مارفن سركيس بتمريرة من اللاعب جافير بليك. صار ثمانية أسيست لبليك. يرجع بنزل الفرق لأربع نقط. زاك لافتون. جيرار. جيرار حديديان. جيرار عم ياخذ دور التسديدة. عم يلحق طابته على الاوفنسيف ريباوند. مش معقولة. مش معقولة شو عم يعمل الايرون مان بابراهيم توماس. عم يسجل عليه نقطة 19. عم يسيطر بالبيت على لاعب طوله مترين و13 سنتيمتر. منه هي ابدا اللي عم يعمل جول جيرار حديديان. قصة قصة قلب. ست نقط الليد جافير بليك. اسمعوا ارقامه منيح لهلا يلي عملها بالمباراة 23 نقطة 14 ريباوند 8 اسيست. عم يسجل الأولى بنجاح 24 نقطة بصير رصيده لبليك. جيرار حديديان 21 نقطة 16 ريباوند. ليك بضيع الثاني. جونز على الريباوند. جاد عم يعطي جيرار. جمال جونز. زاك استلم. زاك عليه دبل تيم. يعطي جونز مدري شوت. بسجل جمال جونز بالماني تايم. عم يسجل نقطة الرابعة. يعمل فارق سبع نقط. ابراهيما من جديد لمارفن. مارفن بيخترق. مارفن سركيس بيصعد على ارض الملعب. جافير بليك عطيه لابراهيما اوبن شوت. بضيع ابراهيما توماس. اوفنسيف ريباوند للرستوم. جيمل ارتس تسديده ثلاثيه وهالمره جونز بيحسم. هالمره بيحسم جمال جونز. اخذوا اكثر من فرصه اكثر من فرصه بهجمه واحده ما قدروا سجلوا النقاط. اخر دقيقتين لنهايه الجيم. جاد جمال جونز عم يطلع هو بالطابه. معه ارتس بالديفنس. بريشر من ارتس على جمال جونز. ستاب باك تسديده ثلاثيه ما بيسجل. الريباوند لصالح مارفن بكبها لقدام لارتس. ارتس بسجل 18 نقطه لجيمل ارتس. بيرجع بنزل الفارق لخمسه. ما في شيء انتهى بالجيم. دقيقه و40 ثانية تقريبا بيبقى لنهاية المباراة. هل رح يقدر دفاع فريق الماريس يعمل ستوب؟ إذا عملوا ستوب وسجلوا في كثير بعد حكم الجيم. زاك لافتون خطأ لصالح زاك. اثنين فري ثرو.
زاك عم يضيع الفري ثرو. اليوم رميات الحرة عند الهومنتمن 5 من 10 50%. بسجل الثاني زاك 14 نقطة لزاك لافتون. هومنتمن يلي تأهل 4 مرات للفاينل فور عم يقترب من المرة الخامسة. تحت السلة ارتس بسجل نقطة 20 جيمل ارتس. أكثر فريق وصل للفاينل فور هو فريق الرياض 28 مرة، مرة وحيدة ما وصل للفاينل فور سنة 2004. ثاني أكثر نادي فريق الحكمة 26 مرة. تسديدات جمال جونز عم بسجل على الأرض. جمال جونز نقطه السابعة، أول 3 بوينتس لإله بالجيم، طلع الفرق لسبعة. هيدي الثري بوينتس رقم 12 لإله عند نسبة عالية 46%. فاينل فور هير وي كام. هيدا أحد مشجعين فريق هومنتمن الصغار قربوا كثير، دقيقة وست ثواني لنهاية الجيم. ثالث أكثر فريق وصل للفاينل فور هو فريق الشانفيل 14 مرة. إذن أكثر الفرق يلي وصلت للفاينل فور، أول شيء بدي أقول لكم هن 21 فريق لهلا بتاريخ الدوري اللبناني لكرة السلة من وقت ما انطلق المربع الذهبي سنة 1994. 21 نادي استطعموا جنة الفاينل فور. الرياض 28، 26 حكمة، شانفير 14، 7 متحدة طرابلس، ألترانيك 6، 5 بلو ستارز، هومنتمن بعد دقيقة وست ثواني لينتقلوا للمرة الخامسة. بيروت 4 مرات، الكهرباء الزوق 3 مرات، تضامن 3 مرات، أنيبال زحلة 3 مرات، بيبلوس 3 مرات، مرتين الدينامو، وفي أكثر من نادي مرة وحيدة وصلوا للفاينل فور. رح أذكرهم بشكل سريع: المركزية روزير، صداقة، النجار، تبنين، هوبس، عمشيط، وأطلس. هيك ذكرناهم كلهم مشان ما حدا يزعل، كلكم بتعزوا علينا. اذا باخر دقيقة ممكن تكون الدقيقة الأخيرة لفريق الماريس، إلا إذا هون سجلوا. تسديده ثلاثية الريباوند لمين؟ دفاعي زاك بيعمل كنترول على الريباوند. زاك خطأ من مارفن سركيس. 80-73 2 فري ثرو لزاك. الفري ثرو عم بتضيع الثاني، وحدة من 2 لزاك، 15 نقطة. كمان تسديدة مارفن الثلاثية ما بتنجح. جيرار بيعمل الريبون. زاك لافتون، زاك عم يلعب مع الوقت. زاك لافتون اخترق وصل على السلة، سجل زاك، عمل الفارق 10. 17 نقطة لزاك. وكمان محاولة جديدة هون عم يسجلها مارفن. زاك لافتون خطأ لصالح زاك من مارفن. عم يجيني كثير انه مسجز انه ما ذكرت المنتخب وما ذكرت بيبلو، ذكرتهم انتم ما سمعتوا. بالعادة عم تشوف الفاول من مارفن. سبعة عشر نقطة لزاك.
عم يضيع كمان على الفري ثرو. بين مش عم يقدر يمشي بقى زاك. بسجل الثاني لافتون نقطة 18 اخر ثواني المباراة. تسديدة الي ريستوم الثلاثية. ريباوند لصالح ارتس، كمان بضيع ارتس. جمال جونز على الريباوند. اذا المباراة فريق مدمن، اول فريق بيتأهل لفاينل فور ستيب بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2023-2024 بعد فوزه على فريق الماريست بالجيم 2 84-75 وتأهله المباشر للفاينل فور 2-0. رح بلش مع جيرار حديد يال ايرون مان يلي صار حدي لناخذ رأيه بالجيم. شو يا ايرون مان؟ اليوم انا كثير منيح، مبسوط كثير بادائك. جيرار لعبت اليوم بدون ولا عقده امام لاعب 7 فوتر مترين و13 سنتيمتر. صح. اليوم فرقت القلب، القلب اللي كنت عم تلعب فيه. القلب الروح. يعني ابراهيم عنده ادفانتج علي اذا بيستلم على السله على البلوك، سو قد ما في بالبوزيشن جيم جرب بعده عن السله دفاعيا اقدر ساعد زملائي ونقدر نلعب لعبنا. بس بالاوفنس انا شايفك السنه سرعتك بالتحرك، يعني حتى عم تقدر تسبقه لابراهيم توماس، عم تسند عليه وعم تقدر تلعب عليه برياحه كثير كبيره. مظبوط، عم بشتغل عم بتمرن وعم بنحط ببوزيشن معين لحتى اقدر ادي هالاداء. صار لكم فتره غايبين على الفاينل فور، هومنتمن بالفاينل فور من جديد، والارجح مع احترامنا لان اس اي رح تواجهوا فريق الرياضي يلي عم يدعم صفوفه بشكل كثير كبير. كيف برايك رح تكون المواجهه بالسيمي فاينل انت والرياضي؟ مواجهه حلوه، نحن والرياضي دائما يعني افيش افيش 100% متوشه كثير حلوه ان كان بالمناره او بمزهر. يعني بنحب هالمواجهات لانه هي المواجهات الناريه. عبالك تلعب عبالك تلعب ضد سون ميكر؟ اكيد يعني لعب ضد سون ميكر ان كان كيكانوفيتش، كل اللاعبين بنادي الرياضه يعني من طراز رفيع، لاعبين النخبه. يلا نطلع. مبروك مبروك جيرار، بروح بسرعه على جاجا. يعني غياس معي جاد خليل، ليه زعلان جاد؟ شو؟ ليه زعلان؟ بعدنا مبلشين ان شاء الله بالبلاي اوفز. مش زعلان مش زعلان ابدا. بس ما حسيت في فرحة الفاينل فور؟ ما بنفرح بالفاينل. وين راح جاد يا جاجا؟ مش مستعدة اتحمم على الهوا. لا 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 انتبهوا لنا على جاجا دخيلكم. انت الملك ايه؟ اليوم ما في انت الملك. جاد شو كانت التيرنينج بوينت برايك اليوم؟ بعتقد بثالث كوارتر تبليشتنا جيرار كانت التيرنينج بوينت، يعني هو بثالث كوارتر هي واز اميزنج، حملنا على كتافه، ما كنا منيح ابدا كلنا. جيرار قرر انه بده يوصل على الفاينل فور، الحمد لله هومنت من اول مره بعد فتره طويله بالفاينل فور، بس ذس از وات وي دو. حتى البنش جاد انا حكيت مع جيمي عن البنش بوينتس باول مباراه اليوم، في يمكن اكثر من 20 نقطه واكيد هيدا الشيء ساعد. صح، يعني جاجا نحن كل جيم شو بيعوز رح نعمل، اذا هيدا الجيم كان عاز البنش تو ستيب اب. اول شيء بيج ريسبكت لجابي على جيميون بلش الجيم يعني، والبنش كان فيري بيج ستيب اب بالبلاي اوفز. وي ويل جيت ذا وين شو ما كان، فالحمد لله مثل ما بيقولوا وي سويب ذم، they have enjoyed the summer يعني، ونحن بنكمل البطوله. يعني عندكم مواجهه منا سهله ابدا جاد، بلشتوا تفكروا فيها؟ يعني هلا ان شاء الله تنشوف مين رح يربح بين رياضه وان اس اي. كل الاحترام يعني، بس ناطرين نادي الرياضه، ربحانيننا مرتين السنه، نحن ربحناهم بس مره، بدنا نجرب نعوض هيدا السري. شكرا لك وبالتوفيق، يعني مبروك مره جديده لفريق الهومنت من غياس، وهارد لك لفريق الماريست. وهيدي الدوش غير شكل لجاد كوتش، قلت لي رح تكون ديفنسيف باول هاف تايم كانت اوفنسيف، 50 نقطة سجلوا الماريست، بس بالكوارتر الثالث والرابع قلبتوا كل شيء، رجعتوا سيطرتوا على الريباوند اللي كنتوا خسرانينه بشكل كبير. مثل ما قلت الاوفنسيف ديفنسيف ريباوند كنا فاقدينه، عدلناها، قلنا لأنه نحن كنا وير راشينج شوتس عم بن وير ميسينج، هن عم بيقدروا يجيبوا وهن عم بيقدروا راشينج شوتس، بالثاني هاف قدرنا نعدل، بالثاني هاف حطوا 25 بوينتس بتو كوارترز وهيدي اللي عملت الفرق. عملوا 50 على الهاف تايم وحطوا 25 بالثالث والرابع. جيرار حديديان
عمل فرق كتير كبير ولعب على ابراهيم توماس مترين و13 سنتيمتر لعب. سيطر بالبينت لعب 39 minutes 56 seconds مثل ما قلت سيطر على 7 فوتر هيدا نعمه انه عندنا سنتر لبناني بيقدر يفيدنا مشان هيك عم نقدر نلعب سمول بول كل ما جرار بيقدر يلعب هالجيم كلنا نحن بكون بالف خير اجانبك بيرتاحوا ما بكون عندك مشكله ساعتها بقصه سمول بول هلا انتم بالفاينل فور للمره الخامسه هومات بن عم يروحوا على المربع الذهبي راح تواجهوا بالمبدا الرياضي يلي عنده بكره مباراه مع فريق ان اس اي كيف شايف الابجريد يلي عملها فريق الرياضي خاصه مع سون ميكر يلي رسميا اعلن اليوم انضمامه له دائما الرياضي بيتركوا احسن شيء لاخر شيء وكل الاحترام له اوريدي هن كانوا كثير منيح ما بعرف قد ايه راح يفيدوا الاوفنسيفلي ام ديفنسيفلي بدنا نشوف بس نحن فريق خطر مين ما كان في ينأذي معنا اذا بنقدر ندافع صح هلا كل تركيزنا على الجيمات الجايه عندنا وقت كثير نحضر للرياضه بس بدي اقول معلومه كثير حلوه كثير صعبه انه دي جي عم بيلعب مكسوره ايده اوف بكسر بايده يعني حالة لاعب يكون اوت اوف ذا سيزون عم بيلعب بكسر بايده مشان هيك بلشنا اربع ثري بوينت وايده مكسوره ايد الشمال مكسوره هيدي كل الكريدت بتروح عليه وقلبه السائر يلي هو عطى المومنتوم للهومنتوم وهلا رح تكملوا بدوين جاكسون هو ايده مكسوره إذا ولا ايده مكسوره وربح انا برايي لازم نكفي فيه اول ذا واي لانه هو الجلول للفريق هو اللي بيجمع كل الاليمنتس كل الصفوف مع بعض هيدا ما بدنا نخسره رح تكمل بنفس التركيب الاجنبيه بالمبدا ولا في تغيير انا قلت له لاقي مانوكيان وبوجه له الخير وحرام انجبر يترك عنده كونسرت الفريقنا لنوصل بعد يعني نحن صرنا لاعبين 9 مباريات بعد ما زبنا زاك لافتون وعملنا الحل الجيد خسرانين مباراه واحده مع الرياضه باصابه زاك بهالتركيبه مع كل ماساه اللي قطعنا فيها قدرنا نتخلص انا برايي هذا الفريق فريق خطر كثير اذا بنقدر نجيب الديفنسيف ريبون بنقدر نساعد على البيكس في روح لبعيد أنا بدي أتشكرك وأقول لك مبروك كوتش جوم جاعس توترز بطل السلي هو جيران حديد يوم بيستاهلها بالفعل تقريبا 50% أخذ حصة التصويت مع نهاية المباراة يلي صوتوا لجيران واحد منهم رح يكون فائز نعلن عنه بمباراة بكرة يلي رح تكون لايف على شاشة ام تي في على الساعة 5 إلى 4 رح نشوف الحكمة المجدد كمان بلاعب جديد نيك راكوسيفيتش يلي انضم لفريق الحكمة من أيام قليلة بالمبدأ رح يلعب بكرة هو مع كلي أنتوني أرلي وجوناثان جيبسون هيدي التركيب مواجهة فريق الأنترانيك يلي كان طوال الموسم من أخطر الفرق مواجهة ما نهينة أبدا بكرة بتنطلق البلاي أوف بالنسبة لفريق الحكمة لأنه تم تأجيل مباراتهم لنشوف مين رح يتقدم 1-0 بملعب غزير بين الفريقين مشاهدي ام تي في بدي أشكركم أنا بشكر حسن المتابعة بلتقنا وياكم بكرة على